للحديث عن سيطرة ونفوذ حزب العمال الكردستاني على قضاء سنجار تداعيات ذلك على العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لمسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سنجار قادر قاجاغ، حيث يقول إن القضاء يعني قضاء سنجار يقصد بذلك أصبح خارج سيطرة الدولة بشكل كامل. السؤال هنا إذن أين الحكومة مما يجري وهي تصدع رؤوسنا دائما وتتحدث عن السيادة؟ مرحبا، تحياتي وتقديري لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة منطقة سنجار وخاصة بعدما شهدتها من الأحداث خلال الفترة الماضية كان من الواجب والمفترض على الدولة العراقية والجهات المعنية أن تقوم بالتركيز على إعادة الإعمار وإعادة فرض القانون في هذه المنطقة حتى يعود المواطنين إليها بعكس موجات الهجرة التي نراها الآن أو بعكس الوضع المتأزم الذي يعيشه القضاء. للأسف تواجد هذه الجماعات وخاصة أنها قادمة من خارج الحدود يعطي انطباعا سيئا لهذه المنطقة ويدفع المواطنين بعدم العودة إلى مناطقهم، إضافة إلى إدخال العراق في أزمات إقليمية والعراق في غنى عنها. للأسف إلى الآن لم تكن هناك أي جهود لفرض القانون في هذه المناطق، هناك تورط للميليشيات الموالية لإيران وأيضا هي تمول هذا الفصيل الموجود الماسك للمنطقة هناك، وهذا يؤكد الوقائع والمعطيات تؤكد هذا الأمر، لأنه أفضل معالجة لقضية سنجار كان اتفاق أربيل بغداد، لم تطبق هذا الاتفاق على الرغم من أن الدولة الاتحادية والدولة المركزية في بغداد الحكومة المركزية هي التي دخلت في الاتفاق، وهذا يعني أن مؤسسات الدولة الأمنية يجب أن تقوم بتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن على العكس من ذلك لم نشهد تطبيقه أو تحويله إلى واقع على أرض الواقع، هذا يعني أن هناك جهات مقصرة وأيضا هناك جهات متواطئة تريد أن يبقى الأمر متأزم بهذا النوع، لأنه دائما نقول أن الفصائل المسلحة تستفيد من وضع الفوضى، هي تستغل هذا الوضع لكي تنشط أكثر، لكي تنتشر أكثر، لكي تتحرك بحرية، لأنها أيضا تستفيد من هذه المنطقة كمركز انطلاق لهجمات إلى على مناطق أخرى. طيب أستاذ شاهو، في هذا الإطار لماذا لا توجد أي عمليات عسكرية منظمة لاستعادة السلطات الحكومية أن تستعيد نفوذها على قضاء سنجار بدلا من أن تتورط وتوفر بيئة آمنة لميليشيات تهدد أمن تركيا؟ على سبيل المثال تركيا التي طالما دعت بغداد لطرد عناصر البككة. طبعا الدولة أولا غير لا تملك الإرادة الكافية لتنفيذ هذه العملية، نحن رأينا خلال الفترة الماضية كان هناك محاولات احتكاك بسيط حصل مع ميليشيات معينة كان لديهم ردات فعل قاسية على الحكومة، وبالتالي الحكومة لا تتجرأ على القيام بهذا الأمر. ثانيا هذا الفاعل الموجود الفاعل السياسي الغير دولتي، يعني هي فواعل غير دولتية تعمل في هذه المناطق، تتغطى بدعم قوى إقليمية، يعني إيران توفر الدعم لهذه الجماعات وهي تستخدمها كأدوات لتنفيذ مشروعها الإقليمي أو المحلي في المنطقة، وبالتالي الحكومة العراقية أيضا تدرك هذا الأمر وتخشى هذه الميليشيات، يعني نحن نعيش في حالة انحرفت فيها الموازين بصورة أصبحت اللادولة هي أقوى من الدولة، يعني من المفترض أن الحكومة العراقية والدولة العراقية تتعامل بجدية مع هذه الملفات، ولكنها لديها أكثر من 60 فصيل وميليشيا منتشرة على الجغرافيا العراقية، وبسبب الفراغ الموجود والفوضى الموجودة هناك أيضا هذه الجماعات التي جاءت من خارج الحدود وشكلت نفوذ، يعني سابقا كانت فقط في قنديل الآن في سنجار أيضا، وأيضا تركيا تهدد باستهدافها لأنها تشكل خطر عليها، وبالتالي هي تشكل خطر على العراق وايضا على يعني قد تندلع اي حرب بسبب تواجدها في هذه المنطقه لانها تشكل خطر على الاخرين، ورغم ذلك الحكومه العراقيه تدرك انها غير قادره على مواجهه هذه الجماعات لانها تستقوي بالدعم الخارجي اولا، وثانيا لان الاجهزه الامنيه ليست في المستوى الكافي من الكفاءه والقدره ان تدخل في هذا النزاع او هذا الصراع او يعني تعلن الحرب، يعني راينا ان
الآن نجحت في مواجهة داعش، فلماذا لا تنجح في الفصائل الأخرى والجماعات الأخرى التي ترتكب أعمال مثل داعش؟ هذا يعني أن الإرادة السياسية غائبة، أيضا الفصائل لا تسمح بهذا الأمر، والفاعل الإقليمي خارج الحدود العراقية هو أيضا يدعم ويوفر الدعم لهذه الجماعات ولا يسمح للحكومة العراقية بالاقتراب منها. أستاذ شاهو، يعني عطفا على كلامكم، هناك تأكيد أيضا من الجبهة التركمانية حيث تفيد بتسلل عناصر حزب البككة إلى كركوك، وبالتالي تتسبب بالفوضى والتورط بتجارة المخدرات والسلاح، لكن هل يشير ذلك إلى تورط أطراف من داخل العراق سهلت للحزب بالانتشار خاصة في مدينة كركوك؟ طبعا هناك أطراف محلية، وإلا لا يكون من الممكن التحرك بحرية أو بهذا السهولة. يعني نحن نعلم أن القبضة الأمنية إذا تم تجديدها لا يمكن لأحد أن يتنقل بسهولة أو يقوم بأي شيء، ولكن قد يكون هناك تراخي من قبل هذه الأجهزة الأمنية لتحقيق أجندة سياسية. هذا الأمر وارد جدا، لأنه في المناطق الأخرى، ودائما حكومة إقليم كردستان مثلا تؤكد أن تواجد هذا الحزب في مناطق معينة من دهوك وأربيل تسبب القلق لهذه المناطق وتسبب المشاكل والأزمات لحكومة الإقليم، ولكن يبدو أن هناك جهات أخرى تستفيد من تواجد حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق أو تستغلهم لتحقيق أجندة خاصة بها، وبالتالي هذا الأمر هو الذي يسهل من انتقالهم من منطقة إلى أخرى. وإلا لو لم يكن هناك هذا التساؤل سواء الأمني أو السياسي لما نجح هذا الحزب أصلا في الدخول سنجار والبقاء فيه، وبالتالي الإرادة السياسية موجودة وتوفير الدعم المالي والرواتب وأيضا الغطاء السياسي من بغداد يأتي من بغداد، وهذا ما يمنع أي محاسبة لهم ويوسع انتشارهم ونفوذهم من منطقة إلى أخرى. أيضا أستاذ شاهو، هناك إصرار من قبل حزب العمال الكردستاني البككة على نصب تماثيل لزعمائه وأيضا رفع أعلامه داخل قضاء سنجار، ما هي الرسالة من وراء كل ذلك أستاذ شاهو؟ طبعا هذا الأمر يعني لا يوجد سيادة للدولة العراقية في هذه المناطق، يعني هذا الأمر إشارة واضحة بأن السيادة غائبة، السيادة غير موجودة. يعني لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في بغداد تشعر أن الدولة يجب أن يتم رعايتها ويتم سيطرة نفوذ الدولة وسيادتها على كل بقعة جغرافية لما سمحوا بهذا الأمر، ولكن أن يأتي فاعل من خارج الحدود ويفرض أجندته ويعني ينفذ سياساته على بقعة جغرافية داخل العراق، هذا يعني أن الدولة ضعيفة أو هشة أو لا تستطيع التعامل مع هذه الملفات الأمنية المهمة. وهذا التساهل سوف يدفع العراق إلى المزيد من الأزمات، ولكن مستقبلا، يعني لا يمكن تأجيل الأزمات أكثر، لأن تواجد هذه الأطراف وتنفيذها لسياسات معينة لا يمكن أن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بالعكس سوف تؤدي إلى الفوضى مستقبلا، وهذا سيدفع ثمنه المواطنون في هذه المناطق ومن لا يستطيعون العودة، وأيضا الدولة العراقية الذي ستضعف أكثر وتكون فاعلا غير مباشرا أو فاعلا مهمشا داخل المعادلة السياسية، بدل أن تكون الفاعل الأول والمؤثر الأول في المعادلة السياسية. من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.